بنصبح على حضراتكم مرة ثانية، وكنا سألنا سؤال في الفقرة الأولى، تتوقعوا نتيجة المباراة النهاردة الودية بين الأهلي والجونة هتكون كام؟ كان في تفاعلات كتيرة جدا، أنا حي سعيدة صحيح. الناس صاحية من بدري وبتبعت وبتتوقع، في ناس قالت 3-0 ده بنسبة كبيرة قوي، وناس تانية برضو كانت نسبة عالية كانوا بيتوقعوا 4-0. أدينا هنشوف وهنتابع. ابعتوا لنا برضو خلينا نشوف، احنا عايزين نعمل جوائز بقى بعد كده. يعني كل أسبوع يبقى في اللي بيتوقع صح يبقى في جائزة. طيب احنا لسه بنتلقى مع كل حضراتكم تهاني كل النجوم والنجمات والشخصيات العامة للنادي الأهلي والانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، ومعانا على التليفون الفنانة والنجمة الجميلة رانيا فريد شوقي. صباح الفل عليك يا رانيا. صباح الفل. أخبارك ايه؟ كله تمام؟ منورانا. الله يخليك، انتوا عاملين ايه؟ اهو مبروك على التطورات القوية دي لقناة الأهلي. سعداء بوجودك معانا يا رانيا. ان شاء الله والله، بس الكورونا تهدى علينا شويه وهننطلق. لما تهدى ان شاء الله لازم تنورينا في الاستوديو بقى، يعني المره دي بس تليفونيا، لكن ان شاء الله المره الجايه تزورينا بقى زياره عزيزه كده باذن الله. ان شاء الله كريم، انت عارف يعني معزتك عندي والله كمان. صباح الفل على حضرتك، و صباح انا من اشد معجبينك بجد والله العظيم، من ايام يا شربات زمان. انا بحب الفيلم ده، حضرتك كنت قمر وقتها ما شاء الله بجد، واهلاويه ابا عن جد زي ما احنا عارفين. خلينا بقى نعرف برضو كده الكواليس، يعني الراحل العظيم فريد شوقي، هل كنت بتحبي تتابعي معاه المباريات؟ خلينا نعرف. طبعا بيروح للستاد، يعني كان بيروح للستاد يتفرج على الماتشات كده، يعني هو كمان مش مجرد بيحب الكرة فقط، لا هو كان بيلعب تاريخ الشمس كان بيعرف. كان واضح ان الخط اتقطع، معلش مشكورك النجمه الجميله لحقنا نسمع صوت النجمه دي. بجد كل المكالمات دي حقيقي بتسعدنا، واكيد تسعد جمهور الاهلي كله ومتابعي كمان قناه الاهلي. خلينا بقى نروح للفقره اللي احنا نوهنا عليها امبارح، وكنا بنتكلم ان احنا عاملين فقره كده هتكون ان شاء الله نحاول يوميه عن النوستالجيا. النوستالجيا عامه في البدايه كده هي كلمه بتعبر عن زمان، زي ما كنا كلنا بنتكلم هو الحنين للماضي، ازاي نفتكر احداث زمان. في برنامجنا هنا هنقدم نوستالجيا لحضراتكم بس في مجالات مختلفه، فنيه، رياضيه، مجالات عامه. النهارده معانا صور وحكايات كده، بما ان احنا داخلين طبعا على عيد الاضحى والناس بتجهز نفسها كده نفسيا كمان للذبح وغيره. خلينا نروح نشوف حاجه لطيفه جدا من الفنانين وحكايتهم مع خروف العيد، بيشتروه بينقوا وهم واقفين وسط عدد من الخرفان. كان في صوره تحديدا للفنانه سميره احمد وهي واقفه وكانت بتنقي الخروف بتاع العيد، ودي طبعا صوره قديمه جدا، انا مش عارفه هي سنه كام تحديدا، بس شياكه المرحله، بس هو ده اللي انا عايزه اعلق عليه. المرحله وتسريحات شعر، رايحه تشتري خروف ولابسه فستان شيك، يعني اقولي انا نفسي نرجع نلبس كده. الخرفان نفسها تاني. كيوت زي ما انت شايفه، خرفان المرحله كانوا امامير جدا الحقيقه. انا بحس ان النوستالجيا مش فكره بس الحنين كمان للماضي، لا احنا كتكويننا كشعب مصري احنا بنحب زمان، يعني تلاقي مثلا حتى شباب عشرينات بيحبوا يتفرجوا على افلام ابيض واسود، احنا بنحب دايما نحن للماضي، فده جزء من تكويننا. فهي على فكره كده، يعني فكرة الحنين للماضي بيخيل ان هي قاسم مشترك عند ناس كتير جدا، وبعدين احنا في مصر بشكل خاص وبصفة استثنائية كل ما بترجعي بالزمن لورا كل ما يعني الجمال بيزيد، على صعيد البشر، على صعيد الاماكن، على صعيد كل حاجة. الحقيقة الجمال في مصر يعني بالذات زمان كان مميز جدا. كمان في صور كتير للفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، كانوا هما كمان حريصين جدا ان هما ينزلوا يشتروا بنفسهم خروف العيد والأضحية، لكن الحدوتة بالنسبة للفنان والنجم الكبير الراحل أحمد مظهر كانت مختلفة حبتين. معروف انه كان دايما بيذبح طبعا كل سنة، وقبل العيد بكام يوم كان بيبقى دايما حريص انه يتصور وهو بيلاعب الخروف، وكان مجموعة من أصدقائه كانوا بيأكدوا ان هو علاقته بالخرفان ما بعدتش كتير عن علاقته بالحصنة بالخيول. انت عارفه طبعا هو كان فارس عظيم جدا، فكان بيتعامل مع الخروف على اعتبار ان هو يعني
حصان من الاحصنه، ونتج عن ده مجموعه صور لطيفه جدا 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 لاحمد مظهر الله يرحمه. الصوره دي كانت شبه ثابته كل سنه، كمان الفنانه يسرى اللي هنشوف لها صوره اهي، هنشوف لها صوره بالظبط وهي بتجري. كانت دايما هي بتمارس رياضه الجري، ودي كانت رياضتها المفضله، لكن استوقفها خروف العيد ووقفت تتفرج عليه، وهي بتقول يعني لما بتشوف الصور دي بتفتكر ذكرياتها وهي صغيره، وكانت دايما متعوده تلعب مع الخرفان في فتره الاعياد. عايز اسالك يا نهوان، مالكيش انت شخصيا اي ذكرى مع خروف عيد؟ اقول لك ذكرى بس بجد دي حقيقيه، مش هنساها. حط ليته في سنانه وفلع جري وراكي في مره. كان عندي 10 سنين اوكي، وانا لغايه مثلا 15 سنه كنت بنزل مع بابايا تحت في الجراج واتفرج، بس بعد كده بطلت. وانا عندي بقى 10 سنين تحديدا كنت نزلت جرس صغيره خالص، يعني كنت رفيعه جدا وانا صغيره. وبعدين الخروف انت عارف بتحصل اوقات يقعد يفك ويجري وبتاع، فهو فك الحبل بتاعه والناس بتجري وراه والجزار بيجري وراه وسابهم كلهم وجري ورايا انا. طبعا انا كنت صغيره جدا فصوت، يعني انا الرعب اللي انا كنت فيه لحظتها انا مش ناسيه بصراحه ولا هنساه. ادي ذكرتي، ادي الذكرى معاك. ادي يا سيدي الذكريات. انت اشتريت خروف العيد ولا ما بتشتروش؟ ايه ده؟ اشتريته اصلا خروف؟ بصي بقى لي كام سنه لا، موضوع الصك ده يعني ناس كتير جدا اتجهت لده على فكره. بس برضو ارجع اقول لك للامانه، لا هو طقس مهم جدا ان الواحد يعني يعمله بنفسه، اللي ليها ذكريات لطيفه. بصي انت بتتكلمي على ذكرى من وانت عندك 10 سنين ولسه فاكراها لغايه دلوقتي، فالحاجات دي ما بتتنسيش في حياه ناس كتير مننا الحقيقه. خلينا نروح لتليفون يعني سيادة النائبة أنيسة حسونة، وهي من الناس العزيزة جدا كمان على قلبي، واحنا يمكن اشتغلنا فترة كمان مع بعض. يا سيادة النائبة صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، ازيك يا نهوان؟ الحمد لله، وحشاني جدا والله يا دكتور حقيقي. دكتور كريم برضه بيتهيألي معاك. صباح الفل يا فندم، حضرتك منورانا في أول حلقة على الإطلاق بالبرنامج، يعني زاد النور في الاستوديو، أهلا بيك. ربنا يخليك، كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيبة يا فندم، أهلا بيك. وحضرتك طيبة يا رب. ألو. إحنا سامعين حضرتك يا دكتور. الحمد لله الحمد لله، كله تمام الحمد لله. أنا عارفة من أيام ما كنا شغالين مع بعض. مبروك على التطوير اللي في القناة. الله يبارك فيك. ومبروك وجودكم معانا في البرنامج. الله يخليك يا فندم. وانت يعني باسم ال 90 مليون اهلاوي كبار بقول لكم ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. الله يخليك يا فندم. مرسي جدا يا دكتور، وانا عارفه ان حضرتك اهلاويه جدا، يمكن احنا لما كنا بنطلع مع بعض على الهوا كنا الاهلي بالنسبه لنا خط احمر فعلا، كنا من ايوه طبيعي. انا فاكره كويس. هتتابعي المباراة النهاردة دكتور أنيسة؟ طبعا. بصي أنا بحب الكرة جدا، وزي ما أنت بتقولي أنا هوان بالنسبة لي النادي الأهلي ده حاجة مهمة جدا من وأنا صغيرة جدا، فطبعا أنا بتابع كل حاجة تخص النادي الأهلي وببقى فخورة بيه طول الوقت. يعني السياسة وجلسات مجلس الشعب والعالم ده كله، يعني حضرتك برضو بتلاقي وقت إن أنت تتابعي المباريات؟ طبعا. لا بص، أصل الميزة في النادي الأهلي إيه؟ ما انت مش بس بتشجعه علشان الكوره ولا الالعاب الرياضيه، النادي الاهلي له قيمه يعني معنويه عند كل اللي بينتموا ليه، وتلاقي جماهير النادي الاهلي دايما عمرها ما تسيب ناديها ولا تغير رايها ولا يعني في صله كده معنويه بين النادي وجماهيره سواء الاعضاء او غير الاعضاء، في رابطة قوية جدا النادي الأهلي جمعنا بيها كلنا، ونادي محترم وقيمه محترمة ونظمه ما بتتغيرش عشان خاطر حد. صح. فطبعا النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا. صحيح. جدا. ده في ناس بالنسبة لها النادي الأهلي مش مجرد نادي بتنتمي ليه وبتشجعه، في ناس بتتنفس النادي الأهلي، وفي ناس النادي الأهلي والله بالنسبة لها نمط حياة حقيقي يعني. صحيح صحيح. عايز أقول لك حاجة. صدق. انت مهما يعني بقالك قد ايه بتتفرج على النادي الأهلي، عمرك انا ما قيميه او اخلاقيه او تتعلق بالنظام بتحصل في النادي عشان كده دايما معروف ان هو نادي المبادئ ونادي القيم. هو نادي الاخلاق فعلا يعني. بالظبط، عشان كده انت بتبقى سعيد لما تقول انا اهلاوي، بتبقى سعيد جدا ان الاهلي ده حاجه انت بتتكلم عليها. صحيح. وبعدين عايز اقول لكم برضو حاجه، اصل الاهلي مش مجرد نادي اجتماعي، لا في انشطه ثقافيه، في هو مصدر للتنوير والتسامح وللتفكير الموضوعي، لا يعني احنا نقعد نقول لغايه بكره في النادي الاهلي يعني. صحيح صحيح. مظبوط دكتور انيسه، زي ما كان كريم بيقول لحضرتك النهارده معانا على التليفون، بس ان شاء الله لما الاوضاع كمان تتحسن حضرتك تكوني معانا ضيفه، ده يشرفنا اكيد.
يا فندم تنوري الدنيا، تنوري الدنيا، شرفتينا ونورتينا، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على التواصل معانا. اتفضلي. هو نادي القرد مفيش فصال، مفيش منافسه، مفيش كلام. صحيح. في الموضوع ده. بنشكر حضرتك يا دكتوره، بنسيب حضرتك جدا. فما نتكلمش. هو ده الكلام، هو ده الكلام. اشكرك دكتور انيسه، شرفتينا. العفو، والف مبروك عليك، والف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا فندم. شخصية لطيفة جدا، شايف الجمهور اللي عنده يعني حب حقيقي وولاء. انا بس عايزه اكد على النقطة اللي دكتور انيس قالتها، لان احنا فعلا كنا كلنا بنشهد يمكن الفترة الأخيرة ازاي كان الجمهور واقف في ظهر النادي بتاعه، يعني بمعنى خسر النادي ما خسرش، لاعب ما كانش يعني بيلعب بالمستوى اللائق، ما فيش حد من الجمهور بيتعدى بألفاظ يعني إلى حد كبير. بيبقى فيه حزن، مش هقول لك مش بيبقى فيه حزن، بس بيبقى فيه أخلاق في نفس الوقت في الحزن ده، التعبير عن الغضب حتى بيكون بشكل أخلاقي. فعشان كده احنا بنقول نادي القرن ونادي الأخلاق، ونقطة الأخلاق دي عايزين نركز عليها جدا، لأن هي يعني صفة أو حاجة مش هنتنازل عنها أبدا لجمهور الأهلي، وهو ده اللي بيميزنا. صحيح. وبعدين اللي أنت بتقوليه ده بيكون متحقق بنسبة يمكن 105%، سواء في التشجيع في المباريات، سواء حتى في الحوارات. يعني أنت عارفة القعدات، وبالذات قعدات القهاوي، ممكن جدا تلاقي القعدة فيها مجموعة أهلاوية وبقية الناس ممكن يكونوا بيشجعوا لفرق، بيشجعوا فرق تانية. دايما حتى تلاقي الأهلاوي في تشجيعه بيكن قدر كبير جدا من الاحترام لكل الفرق المنافسة أيا كانت النتيجة. على فكرة دي برضو من ضمن التفاصيل اللي ملفتة جدا للنظر واللي بتميز كل مشجعي النادي الأهلي. طيب تعالوا بقى نروح مع كل حضراتكم لموقع مقر جريدة اليوم السابع، هيكون معانا لايف فيو عشان نعرف مع بعض ابرز عناوين الصحافه الرياضيه النهارده مع نورهان طمان مراسله قناه الاهلي. صباح الفل عليكي، اهلا بيكي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. هنا من مقر اليوم السابع نطلعكم على ابرز الاخبار الرياضيه. من موقع اليوم السابع، الاهلي يواجه الجونه بالتتش في اخر الاستعدادات للدوري العام. في الخامسة مساء يستقبل ملعب مختار التتش مباراة الأهلي والجونة في ثاني وديات النادي الأهلي، بعد ما قابل طبعا فريق سموحة واكتسحوا بربعية نظيفة، وطبعا ده استعدادا لبطولة الدوري اللي هتكون يوم 6 أغسطس المقبل إن شاء الله. ومن موقع اليوم السابع أيضا، المقاولون العرب يستضيف أسوان في ثاني وديات الفريق استعدادا لبطولة الدوري. طبعا بقياده كابتن عماد النحاس يستضيف المقاولون العرب بنظيره اسوان في ثاني المباريات الوديه للفريق، اللي كانت ايضا امام اسوان في الثلاثاء الماضي وانتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين. ومن موقع اليوم السابع ايضا، حكام اجانب لمباراه الاهلي والزمالك في الدوري ومخاطبه دوريات الفار. أكدت اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني عن استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام، وكمان مخاطبة الدوريات اللي حاليا لسه حتى الآن بتستخدم تقنية الفار. احنا طبعا زي ما احنا عارفين انه بعض الدوريات توقفت عن استخدام تقنية الفار بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد. ومن موقع سوبر كورة، محمد صلاح في رسالة مؤثرة للوفرن، سأفتقدك حقا. وجه النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول رسالة خاصة للكرواتي ديان لوفرين بعد رحيل اللاعب عن صفوف ليفربول إلى فريق زنات الروسي. رسالة خاصة وجهها نجمنا المصري محمد صلاح عبر الموقع الرسمي لفريق ليفربول، وقال له فيها: لا أعرف كيف أقول ذلك يا صديقي، أنت تعرف ما أشعر به الآن، ولكن سنفتقدك بشدة هنا، وخاصة أنا سأفتقدك بشدة. ومن موقع سوبر كورة أيضا، محمد سلطان سيتم عمل مسحة لجميع اللاعبين عقب أجازة العيد. أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم على عمل مسحة طبية لجميع أندية الدوري المصري عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المقبل، وذلك طبعا استعدادا زي ما قلنا لاستئناف بطولة الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل. ولسه معاكم وعبر موقع سوبر كورة، جريدو يطالب إدارة الوداد بتجديد عقد إبراهيم النقاش. طالب إخوان كارلوس جريدو المدير الفني لفريق الوداد المغربي تجديد عقد اللاعب إبراهيم النقاش، ده قبل على أن يكون ذلك قبل مباراة النادي الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم شهر سبتمبر المقبل.
ومن موقع يلا كورة، غالي أحب خوض تجربة الأهلي ولن أتراجع عن دعمي للخطيب. أكد حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق وقائد النادي الأهلي السابق ومدير الكرة بفريق الجونة الحالي في تصريحات يعني يمكن كانت في الساعات الأخيرة من الليل، قال فيها أنه تعرض عليه منصب إداري داخل اتحاد الكرة المصري ولكنه رفض حبا في خوض التجربة الإدارية داخل النادي الأهلي. كمان أكد حسام غالي على دعمه الكامل لمحمود الخطيب في الفترة المقبلة. في تصريحات كمان لحسام غالي كانت مثيرة جدا للجدل بشأن المدير الفني السابق لمنتخب مصر هيكتور كوبر، واللي قال فيها انه المدير الفني كان بيتعمد التفرقة بين لاعبي النادي الاهلي والزمالك، حتى انه قال في يوم انه النادي الاهلي بيكسب بالحكام، ودي كانت احد اسباب خلافات اللاعب مع المدير الفني السابق، واللي طبعا استبعد على اسرها من معسكر الفني. نورهان احنا بنشكرك شكرا جزيلا، نورتينا ومدتينا بمعلومات كافيه جدا وافيه جدا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كان ممكن تكمل عادي جدا، احنا معلوماتنا فيها يومين كمان. اللهم صل على النبي، شغل عالي يا نورهان، شغل عالي. لا مجهود رائع منك نورهان، حقيقي مشكورك جدا، وان شاء الله احنا كل يوم هنتابع الاخبار، مش هنسيب حاجه يعني مش هنقولها باذن الله في البرنامج. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل، هتكون اولى فقراتنا والوزير الاسبق الدكتور زاهي حواس، خليكم معانا.